مع ايديا بالضبط اشرح لكم كيف بتطلع عصبية من قلب بالون بالفيديوهات طبعا. اول شيء بنصور المتلتين جنب بعض عم مثله كانه كل شيء عادي. المتله لازم تطلع من البالون بتنط نطه والمتله الثانيه بتنقز. بعدين بمساعده تقنيه الموشن كنترول بنصور نفس الشوت بالضبط. هذا بقول انه الباك جراوند بتطابق على الباك جراوند. شوفوا كيف وبنمحي انجيل. اسا بعد ما نصور هيك بنجيب بالون ثلاثه الابعاد. بالبالون ثلاثه ابعاد بنزيد الانعكاس تبع سالي. هاي سالي. بعدين البالون نعمل له انيميشن انه يفوت على القلب الفريم. بعد ما يفوت على القلب الفريم ويوصل لمحله بفقع البالون. بعد ما يفقع البالون بنخلي انجيل تبين عن طريق انه بنوسع الماسك. بنزيد على هذا الشيء انفجار سحري، غبره سحريه، شويه جليتر عم بنزل قدام الكاميرا، وهيك بيكون صار عندنا الشوت. بما انه ضل 15 ثانيه بدي اقول لكم اعملوا فولو لجوبو ريز على الانستغرام ودوروا باليوتيوب على الي رزق. شكرا، يلا باي.